مولاي، يسعد مساك. الحفلة بالحرم لك كانت كتير مملة، فقلت لحالي بجي بشارككن القعدة هون بالجناح. مبسوطة أميرة إيزابيل عنا؟ أهلين يا هويام، منيح اللي إجيتي. ايه، كيف شفتي لقصرنا؟ كتير عجبني، والسلطان ورجاني التراس كمان. اذا حابه تشوفي كل القصر بساعدك بهالموضوع. شكرا كتير الك، بس انا لازم امشي. شرفتي، كنت حابه اني استضيفك واقوم بواجبك. صدقيني وانا كتير حابه، بس أجليها لوقت تاني. لازم يكون الطوق يلي برقبته إلي. أبداً ما توقعت إني شوفه برقبته. ليش عطيته إياه؟ أنا بساوي شو ما بدي. فيكي تروحي هلأ يا أويام. زمان كنت تقلي حبيبتي روح قلبي يلي ما فيني عيش بدونه ولا لحظة. معقول هالكلام هاد كله حكي؟ مولاي، خديني لأوضتي بدي ارتاح شوي.